جينا 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 الليلة نحنا جينا 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 الليلة نحنا جينا 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 الليلة نحنا جينا 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 كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في القرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كدقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء. حبابكم الحقيقة نحن حنطرح موضوع بنفتكر انه موضوع مهم جدا بهم كل الناس، وارجو انه اثناء العمل اذا حبيتوا تشاركونا ممكن تشاركونا اثناء العمل او بعد العمل تقولوا وجهة نظركم ورايكم، وان شاء الله مع بعض نقدر نقدم حاجة مفيدة للناس كلهم. كتر خيركم، بارك الله فيكم، نشوف. الو، هيا سعدية، معك سامية، سامية الدلالية، لكن بيتي حت. قلت لك انا عايزاك تشتغلي معاي، انا محتاجة لبنات كتار يشتغلوا معاي. ايوه، انت تقولي شغالة اي حاجة، ببيع طعمية، ببيع لقيمات، لكن بعد ذاك انا بضيك الموضوع اللي بيجيهك ويميزك مكان البيع يا بتهي. الجامعات، الاحياء السكنيه، المؤسسات، تعملي فيها دلاليه شايله لك شنطه كده وماشيه، الحاجه دي بشيلوها كيف؟ انت قايله شيله صعب يا بتهي. انا بقيت اشتغل في حاجات حديثه. بانجو؟ انت من زمن البانجو يا بنت؟ بانجو شو؟ لا 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 لا، حاجات خفيفة وحملها سهل تشيلها كده ان شاء الله في المطبقة بتاعتك. اقول لك حاجة، ظهرت حاجة جديدة اسمها شنو؟ الخرشة. خرشة يا بنت؟ الخرشة دي حبة يا بنت، الخرشة دي حبة شايلها كده زي تجمع الحبة بتاعت الازبرو. ايوه، مرات يحطوها في الشاهي. والله يقول لك حاجة، لو بنحتها في المواصلات زول بذلك ما في، والله جد. اي، واقول لك حاجة، اوعى اوعى لما القروش تجري في يدك تمشي تلبسي لك كويس ولا تركبي لك عربية. تعال شوفي نانا شايلة موبايل ريبيكا، بس ريبيكا الجالكسي يا اختي، داسة في البيت والقروش حقتي يا اختي. امشي الغاهرة هناك استمتع واتفسح، بيعرفني منه. بقول له انا ماشي اجيب بضاعة، ماشي اجيب تجارة، لكن اقول لك حاجة، ظهرت حاجات رهيبة، حاجات ماشي اجيبها من برا. حنعنش بك نعنشة، شفتي في بودرة تمسحيها في خدك كده وتمشي الجامعة تسلمي على البنات بتاع الجامعة كيف؟ بعد يومين البت تجي تفتش عليك، تفتش علي سلامك ده. اي يا بي سامية الدلالية، دي انتهى الزمان. انا هسي بقيت حاجة تانية، لكن لي ناس الحلة ما الظاهرة سامية الدلالية، الشباب في الحلة الحاجات زادة يا اختي، عندي لها مسميات. يعني داير حاجة من النوع التقيل، داير يقول لي حلة بريستو، داير حاجة محلية يقول لي داير كمشة. اي كده يا اختي، لما عندك اي مشكلة استخطبي لي بنات، جيبي لي بنات كتار، الشغلة دي دايرة ناس، دايرة موزعين، انا دايرة مروجين. ايوه يا بيت، لازم نروج، لازم توزعي لي. اي كويس، خلاص انا عندي موضوع ماشية وجاية. يلا صعبة، عن صعبة، عن صعبة. كريش ده؟
شنو انت قاعد لي تجم كذا يا حبه يا اخي؟ ما تتحرك معاي شويه يا اخي، ما تفهمني يا اخي للنهايه يا اخي، عشان تعرف مصالحك وين. منو؟ انت ذا؟ شنو؟ شنو شنو شنو؟ انت شربت شنو اصلا؟ يا شنو؟ انا مقلنا قلت لك من ما 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 تجي معاي ولا تشربه معاي. يا تو؟ بتفضحنا يا اخي انت يا اخي، يا تو شنو وتو وناي. يا حبة الراحة ما تكوري يا الراحة شنو يا اخي، ما من الصباح انا بتكلم معاك بقول لك يا اخي شنو كذا ما تعرف، شنو كذا ما تعرف، ما جايب لي خبر، مشغل لي الالي، مشغل لي الالي كانه انا ما بتكلم معاك يا حبة يا اخي. ما قلت لك اتبحبع شوية عشان تلقى حقه يا اخي، عشان تلقى حقه، عشان تلقى تشربها، ما تجيني كل مرة مدلدل يديك ساعة يا اخي. اتحرك معانا يا اخي وافهمني، المرة دي انت طيب تبسطها معانا ما تخاف. مرأتها؟ يا اخي المرة الدلالية يا اخي. دلالية بتاعت الموبايلات دي؟ الدلالية بتاعت الموبايلات وبتاعت العدة وبتاعت كله كمان. افهمها افهمها بس افهمها ان شاء الله تفهمها لي يا رب. يا تو؟ يا ود الناس انا بتكلم معاك كويس؟ بدل ما كل ما يوم تجي تضايقني انا في الحاجه اللي انا بجيبها وشرب يا اخي بتشرب يا اخي بتشرب شارب لك زي 17 سياره يا اخي، يا اخي انت جايبه من جيبك يا اخي شنو يا اخي؟ ولا تشرب 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 شرابنا وما تفهمنا؟ ما تكورك يا ما تكورك بالراحه بالراحه كلها 12 سياره بالراحه. بعدين المره دي بتاعت موبايلات ماله مالنا يا ود الناس. دار اقول لك حاجه افهمني افهمني، المره دي بتحرك اللعب. كيف بتحرك اللعب؟ بيتحركوا كده بيتحركوا. منو؟ ما يا المرة دي منو؟ يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي طيرت في راسنا طيرت في راسنا طيرت في راسنا. طب ما تولع واحدة ثانية يا اسمع، انا بعت الخاتم بتاع الحج امس، الليله ما بقدر ارجع البيت، امشي ابيت معاك. خاتم الحاجه ده بيته قبل 3 يوم يا اخي، انت مكسر معاي في البيت يا اخي. خاتم الحاجه ده حقه كملنا زمان، كملنا شمومه يا حبه كملنا شمومه. والموبايل بتاع الحاج؟ الموبايل بتاع الحاج شاله بتاع البتاع ذاته بتاع البتاع. اسمع ما في حاجه يا سيدي؟ ما في حاجه يا سيدي، انا امشي للمره دي نعنسها، خليها انت تشغلك معاي، انا شغال معاها بصريح العباره في ويا حاجه، لكن بعد اتحرك اتحرك خافهم اللعب، خليك معاها كويس، ما تعمل لي بوامتك دي ترفضك كمان يا اخي. مالك يا اخ تشغلني موبايل؟ اديني طوبه ولا اديني 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 مصيبه زمان. مالك يا اخي سليت روحي يا اخ سليت روحي يا اخي. منو؟ يا اخي المره دي بتبيع بنجو وحاجات تانية حامياني، داير انك انت تكون تشتغل معاها. مره منو؟ بالطريقه دي حيقبضوها، تخيل المره دي بالطريقه دي حيقبضوها، قبل ما تشتغل معاها حيقبضوها. يقبضها منو؟ يا اخي التوقيت ما بتعرف اللي بيقبض مسطول ليه يا اخي؟ انا ما مسطول. اها شارب ساي دارت تقول لي شارب ساي؟ كلها 12 سيارة يا اخي. 12 سيارة؟ ما خلتك هذا ناي ساي ليه؟ وليه؟ المرة دي يا اخي، المرة دي كويس بتشتغل في الممنوع. ممنوع شنو؟ الممنوع ده، الممنوع الشارب ويت ده. ده ما ممنوع الشارب ويت ده. ما ممنوع. ما ممنوع بالنسبة لك أنت في راسك بس، دي دنيا في راسك أنت. اسمع. اها. ما عندنا حبوب؟ والله طورتها وبقيت تفهم. والله طورتها وبقيت تفهم كمان. في حبه كده قالوا بخطوها في الجبنه تظبطك تمام يا زول. اي شيء خرشه شاشه بندي يا زول دوكو اي حاجه اي شيء اي شيء اي شيء موجود، داير بودره
داير طرقة، داير رهيفة، داير لقمة، وي 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 يا زول هاي بتنبسط بتنبسط عادي كده بتنبسط. نمشي له؟ اه نمشي له؟ نمشي له؟ ومنو؟ ومنو يا أخي؟ منو؟ مرة 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 الدلالية، الدلالية سامية بتعرفها؟ عندها جبنة؟ قلت فيها حبة؟ الحبة دي بنضوق لها، بنضوق لها. مش ليه؟ نحن هسه دايرين لك تصرف لنا بضاعة، بضاعة. منو؟ ها؟ منو؟ أنت؟ يا تو؟ في الجامعة. جامعة؟ هاي؟ 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 أنا عندي أصحاب كتار في الجامعة. أها، عندك قروش هسيتا؟ ها؟ قلت لك عندك قروش، عندك لما يكون طوالي لما يجيب لك سيرة القروش اعمل ايه؟ اه؟ اه؟ انت كان فكيت لها التليشه دي؟ كان فكيت لها التليشه دي؟ فكها. ما ادري لا لكن واحده طويله كده انت فكها. بتطينها بتطينها. ما بتطينها يا احمد. ادري اروح له. اروح له منو؟ مره هسه بتجي، بس هسه بتجي اصبر انت بس. اقعد. اقعد وين؟ لا يعني اقيس يعني يعني اصبر يعني يعني كذا. اللهم طولك يا روح. ابراهيم ازيك؟ انا كيف معلمك؟ كيف تمام ان شاء الله خير؟ الله يبارك فيك، الله يسلمك يا اخي، كيف الحال؟ مصحصح الليله شايفك. الحمد لله يا الله، والله كله بفضل بخيرك. يا سلام يا اخي، الله يبارك فيك. التجم ده شنو؟ ما تخافي منه، ما تخافي منه. التجم المبوم ده شنو؟ ما تخافي منه، ده ذات ما بشكوا فيه. لا 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 دقيقة، ما تقول لي لا لا لا، احنا السوق ده عارفينه. لا لا لا، انا الاصنام دي ما تجيب لي في بيتي. افهميني؟ ما تجيب لي ولا لو لقيتك في اي حتة زي الحتة دي انا هناي. اسمع، الزول ده ما يجيني في البيت. الحمد لله البراء قلت تجم. تجم شديد؟ الحمد لله قلت تجم. يعني التجم ما في زول. بقول لها مش كذا بمش كذا. انا ما بعرفه، هو ما صاحبي. يقول لا مش كذا، امشي كذا. لا لا لا، بس داير منك حاجة بسيطة بس، ترجعي لي الجامعة. منو؟ أرجع لك منو؟ ترجعي لي هو الجامعة. ده؟ أيوة ده هناك في سوق. ما يا أخي سوق مبالغة. هناك في سوق يا أخي، أفتح الشغل على، خليك من البنات بتاعت الداخلية دي يا أخي. أنت ما بتعرف. أفتح الشغل، أفتح الشغل على الجامعات كذا، على الجامعات يخليه يكون مفتوح. يا ولدي. ما تغلقيه، ما تغلقيه. يا إيه أنت مجنون؟ أنت قايل أنا شغالة، أنا دي شغالة ساكت. اودي ده انا دايره واحد كده لابس سيستم شعره مبرم كده اودي الجامعه. ده شنو الصلاه اللي هنا؟ ده شنو اودي الجامعه؟ ده شنو ده؟ ده جامعه شنو؟ سيستم ومبرم كده. ايوه طيب ده مظاهر بتاع بتاع بتاع. لا 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 لا، ده مظاهر بتاع بومبو. ما اصحابه كلهم بيكونوا زيه كده، بيوزع بيوزع. التجم ده يا هول بيوزع ليه؟ لا 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 لا، انا ده النوع ده انا بخاف منه صراحه. لا انا ما بجيب لك اي هوا يا زول. هي سمعت قال بجيب الهوا يا زول؟ الزول ده انا الموظفه، انا الموظفه، انا اللي بحركه. ريموتو عندي، ريموتو عندي، محل ما داير يتحرك بتحرك. الو دقيقه دقيقه، بالله علي انا بس دقيقه. الو ايوه يا معلم. ايوه نعم، الكوتا وصلت. لا ايوه جبت موزعين جداد. خلاص كلمه وغطايتها. خلاص 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 خلاص، قلت لك خليه علينا. هاي خليه علينا، انا بحركه. اسمع اسمع، في 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 هنا شويه كده قالوا في في حركه، في حركه، في حركه، وين؟ في حركه, حركة. آه ده, 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 ده المعلم الكبير ضرب لي هسي التليفون. لا لا دقيقه دقيقه، وين يا حبه؟ قلت لك، قلت لك اخفيها 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 اخفيها، قلت لك اخفيها اخفيها. اول شغل لك، اول شغل. إيه انا امسك امسك يا اخي امسك، ده اول شغل لك. امش اسمعني، امش البدايه جنب الزقاق ذاك هناك. امش البدايه، اتحرك يا اخي، اتحرك اتحرك. الزمن يا اخي اتحرك. الزمن ما مش صالح. ما قلت لك تجوم، ما مش صالح. ما قلت لك تجوم، انا ما قلت لك ده تجوم. يا اخي اتحرك يا اخي، عشان تاكل ايش؟ اتحرك 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 يا اخي، اتحرك يا اخي، اتحرك اتحرك اتحرك. امشي يا اخي، امشي. في حاجة هنا؟ عندك حاجة هنا؟ لا لا، ما اتخلص منها سريع، اتخلص منها سريع، اتخلص منها سريع. هنا احبك. اسمعني، اي حاجه عندك ها وزعها سريع، ها ما تخلي حاجه عندك.
ما تخلي حاجه عندك. اسمع اسمع في هوا جاي، في هوا جاي، ايوه في هوا جاي. يلا شفت؟ ما قلت لك ما تشرب الزفتي ده يا اخي، ما تشرب الزفتي ده، ما شغال يا اخي. ها يا اخي يلا. ها الطلبه كيف؟ ها الطلبه كيف؟ ما جينا بحاجه. ها تعال فاضي، شايل في يدك شنو انت شايل شنو؟ لا ما في حاجه. مش اي خلاص، امشي 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 امشي. البنات 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 وينه؟ يلا وين الصحانه والكبابي دي؟ وين الكبابي اللي خدتيناه هنا؟ لا 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 العده، ايوه العده، العده ايوه العده. نادي على العده الدسته بي بي هنا. ايوه اروح اروح انا جاي انا اي حاجه بخمسه اروح العده. ايوه تعالى، ايوه ودي له الخاله، ودي له العمه، ايوه ودي له يمه. الله لا علينا جاي وي حاجه مرخه يا ابو الرخه، ابو الرخه. ودي له الخاله، ودي له العمه، ودي له يمه. جبت وسته كبابي، جك وستة كبابي، جك وستة كبابي. الو 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 دقيق. خلاص انتهت ال يعني نواصل شغلنا عادي جدا يا معلم. حاضر يا معلم. خلاص التجم التجم يا التجم. خليتها وين يا شقي؟ منو الشنطة؟ وين الشنطة؟ منو الشنطة؟ الشنطة خليتها وين؟ يا تو الشنطة، قال لك الشنطة خليتها وين؟ فتحتها بس عملت منها واحدة طويلة. وافع علي وافع علي وافع علي. تعال هنا يا اخي، ببوظ اعصابنا يا اخي. لا حول ولا قوة الا بالله. ما ببوظ اعصابنا يا اخي، شغلانة دي يا اخي ما بينفع معاه بوظان الاعصاب. اسمع ما ناي ما ناي شنو ما ناي؟ الشغلانة دي الشغلانة دي طب سكر. ها ها يا حسين، بتخاف من بتخاف من الطارة؟ عم يشلمها في المخزن. هاي وقف له كويس. المفتاح المفتاح جيبه، جاي جيبه هنا. امشي اسمع، في واحدة قاعدة في الطرف عليك الله يجيبها معاك. ها الطرف شنو يا اخي؟ ما 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 تبلع، ما تبلع علينا اثناء الشغل. ما بالع انا، ما تبلع، ما تبلع اثناء الشغل ولا تشرب. ليش ندى؟ ده ما ده حركة عبدو ولا دي ذاته؟ منو؟ عبدو ولا دي؟ عبدو منو؟ شفته؟ عبدو ولا دي؟ شفته يا سامية؟ أنا سمعت كلام تحت تحت. كلام شنو يا أخوي؟ سمعت كلام تحت تحت. أها أسعد عبدو، بس حركات عبدو ولدي، بس هذاك عبدو ولدي هسه في المستشفى بسبب الادمان والمخدرات اللي بتعمل فيها دي. انا اي انا يا راجل اي انا اي انا كلموني انا دلاليه. اي قالوا دلاليه فوق فوق وتحت تحت بتبيع المخدرات. لا 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 احترم نفسك يا زول. انت ما عليك هسه، انا سالتك انا سالتك سالتك انا اسالني انا أزاني كتي. هاي جاي كتي، أنا ما جاي لدينا، أنا جاي كتي. جاهلين أنا؟ هاي جاي كتي دي. هاي أعرف ربوا أولادكم وأعرف لموا أولادكم، الحاجة دي عندي أنا براي. أولادنا والله دارين تربوا، لكن عينتكم دام تخلوني تربوا. عينتكم دار بلاقوهم في الجامعات ولاقوهم في الشوارع ولاقوهم في الأحياء وبس فيهم حاجات أفكار زي دي، هم متربيين. أسأل مرضك، قاعد تجيني في البيت وقاعد تشوف العده وقاعد تشتري مني، انا ما عندي حاجه ثانيه، انا ما عندي حاجه، الحاجات دي شوفها في حته ثانيه. أيوة يا جماعه ايوه ما تتهموني ساكت، ما تتهمني بالباطل. اوعى يكون مرتي زايد عملت لها حاجه في شاي ولا في جمل، انا تغطس حجره برضه تلحق ولدي. عشان كده المره كلامها كيف كيف معي، كل ما اتكلم معاه مضب لنا وتمشي بالراحه ويقول لي ما تعمل لي ازعاج، ما تكورك لي في اضاني، وانا بتكلم بالراحه. المطبله اللي دي حبه حبه. ها؟ حبه وخدتها بالجبنه. لا لا المطبله اللي مرتي انا. انا قايل الحبه. اسمع يا هدى او زيدا. اسمع زيدا. اسمع ما تعمل لي مشاكل. اعمل لك مشاكل شنو؟ ما تعمل لي مشاكل في المستشفى. وانا مالي مالي ولا لا. انا راقد في المستشفى. انا ما مشان زرته، ما مشان شفته، ولدك دي الحاجه دي. بيعالجوا فيه، بيعالجوا فيه هسه. امشي شوف مدرسة، امشي شوف جامعته، امشي شوف اصحابه. شنو؟ امشي شوف شغال يسوي في مصبعه كذي. ولا شغال يسوي كذي. يسوي كذي ها. النهار كله شغال كذا. اقول لك حاجه، هاي هاي ولد اللي جابنا هنا.
ولد هلا؟ اي ولد هلا جابني انا هنا. يا ولد هو اصغر منك يعني جيبك انت كيف؟ اقول لك حاجه؟ حجل. اقول لك حاجه؟ اي ولد هلا جابني هنا ودي نتيجه تربيتك. انا ذاتي اقول لك حاجه؟ انت تربيت انا؟ ايوه. ما تربيت انا؟ لا انت انتوا علمتيته؟ علمناه. علمتوا اصلا قلت من الاستاذ شيء عاجب فيه يا اخي حرام عليكم يا اخي قدامنا ولاننا كلها صرفنا قروش ما فضل البيع بتناوي يا البيع ذاته بعناوي يا اخي حرام عليكم يا اخي حرام عليكم اللي بيسووا في ديته والمرض يا اخي ليش يا اخي تسمموا الناس وتبيعوا لهم في الحاجه اللي بتخليهم ما يفهموا ماشي لزول كان جاي كذي ماشي كذي ما يفهموا ولا فاهمين اي حاجه هسه زول ده مضبلي كله كله منتهي زول مصمم الناس شنو؟ هسه ماني ماموت انا ماني ماموت ما انت انت ما قالوا ناس دمه انتمش معاهم وناس دمه ما تمش ذاك اظن دمه ما مو ماشي مع القصه دي يا هو زي ولدي ده نو انت ده يا تو انت اه شو ها مو قاري زي حاجه انا اتكلم معاه يقول لي يا تو منو بس هو حركات ولدي عبد الله والله لما انت لما تنقل عادي والله عادي عادي انت ليش اني ما في انت ليش اني ما في هسه هذاك هو عادي متنقل بس الليله الليله فرط في العيال حبه امشي تعالج يا اخي امشي تعالج وين قلت لك يا ابراهيم هاي يعني تعرف انت تعال يا ريك ده كل ما نجي هنا نعطي لنا مالو انا عارفه يا اخي باقي لي في العزيز ده باقي لي في العزيز الله يقطع والله يقتل الراجل ده داير الراجل ده عارف نوضبه وضبه اوضب لك حنان وضبه طوالي اسمع يا ابا هاي ها شنو انت كمان اسمع لي جابت لها دفير جابت لها دفير هذول جابت لها دفير اه جناب يا هندل تعال اه علينا علينا وضع علينا ابراهيم ابراهيم فعلا والله المخدرات انتشرت في الجامعات وبقت مشكلة كبيرة في أولاد بيكونوا من أسر طيبة لكن بيتلموا على ناس غاستو والناس اللي بتايروا بالمخدرات بيخربون على أهلهم المخدرات انتشرت داخل السودان بطريقة كثيرة وبطريقة توسعت شاشة بندي شرخة حبوب في الجامعات ندعو للجميع على الآباء والأمهات يعني يعني مراقبة أبنائهم ما يحصل ومراقبة ضعفاء النفوس من 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 من, من, من الذين يساعدون على تدمير الفئة من شبابنا ومن أبنائنا. طبعا إذا تكلمنا عن المخدرات أول شيء بيجي نتيجة عن فراق وعدم العمل وإذا كان الشباب وجدوا فرصة للعمل أكيد إنه بيكون في مجتمع سليم ومعافى فهذا الفراغ ده اللي بيعمل هو نتيجة لاستعمال المخدرات وأشياء كثيرة في رأينا برضو إنه المسؤولية بتقع على المجتمع السوداني فقد جزء من قيمه وعلى بشكل كبير على الـ على الـ على المنزل وأولياء الأمور اسمع يا ابراهيم هسه انت جاي طوالك من الصباح يعني هذا خليها جوط عليك الله اها يعني كل يوم انا اتكلم البودره دي مجاني البودره دي غاليه جدا يا ابراهيم يا اخي انت عالي يا اخي السنه 3 شهور يا اخي بيت البيت بيت العربيه اللي مجاد وبيت الركشه يا اخي طوالي كل يوم انت يا اخي تلهط تشم تاكل ما بتجيب حاجه يا اخي ما انا اقول لك حاجه ما قلت فرد ونحن اخوان واكلوا مع بعض وكذا يا اخي اخوان لكن كمان 3 شهور يا اخي وانت طوالي طلعت وما تجيب حاجه يا اخي اسمع يا اخي كده انت اسمع كلامي انا أه. انا يا اخي بوريك تعمل شنو عشان نستمتع بحياتنا يا اخي ايوه لاري نستمتع يا اخي انت يا اخي وارث عندك بيت حدادي مدادي انت اختك بس قول لها دار حقي يا اخي شيل حقك خلينا نستمتع يا اخي انت عندك شنو يا اخي ما انا وانت بس لا عندك مرأة لا عندك اولاد بيع البيت يا اخي خلينا نستمتع يا اخي والله في بودره جايه اقول لك جديده قول والله يا زول خطيره خطيره هيا هيا عشان ارتاح يا اخي وجاد وين لقيته وين؟ اداني له واحد صاحبي وراك الحته؟ والله حاجه خطره لكن غاليه بس يا زول الغالي 3 شمات ب3 مليون يا كم؟ شم مليون دي بتاعت ناس تمام تخش الراس عشان ما دي بتقعد ولا بتمشي تقعد معاك يوم كامل يوم كامل هاي يوم تخليك كامل سعيد تخليك طاير كده طاير
طاير بس. خليك يلا طير معاي وامشي جيب لنا القروش يا حبيبي. لا 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 ما تعمل هيك كل هذا قديم دار الموني يا زول. الموني بيجي امشي طوالي امشي طوالي في بضاعة نظيفة التي خطرة خطرة جديد خطرة شديد. انت جربت البضاعة يا زول؟ جربتها عليك الله. بس كان انت اقنع اختك دي بيع البيت وبعدك تعال لي بس ترتاح تستمتع تطير كده في الجو تحس بانك انت عايش فوق فوق معلق معلق طوالي معلق في سمو. ايوه اسمع كلامي. ايوه تخش البيت ما تضحك سر لا طوالي اما تجي سر وشك وقول لها انا داير حقي ما تقوم تقول لك البيت ونسكن وعيش وطعميه وكلام ما تاكل راسك. ها اهرشه انت الراجل. انا تاكل راسي مره. هاي ايوه خليك كده خليك مكرم ما تديها فرصه. الورق تشيل الورق شهاده البحث. ايوه تجيب لي انا عندي سماسرة اصحابي بيبيعوا طوالي نديهم الورق ده بكره بعد بكره. ايوه اقبض هنا ويو. اقول لك حاجه هاي. خليهم يجوا يفتشوا البيت فتش السماسرة بتاعين لك ده خليهم يجوا يفتشوا البيت. ما معتاج تفتيش بس جيب لي الورق واغنع اختك بس الباقي خليها علي. ما عندك مشكله الليله دي دار نتيجه مشكلة. امسك في زول قوي الزول خليه. هاي الليله الزول خليه كيف يا انا بايع لي جنيه. اسمع يا حبه اها ده عندي انا مضمون مضمون يا الليله. اها ما تجيني ساي كويس ما في شم الليله كم ما جبت معاك الورق يا زول بيجي ما تجيني ساي. اعتبر نفسك مسطور هنا سيدي ابراهيم يا اخي ركز معي مركز والله الليله من مشهدك من هنا هسي تمشي على اختك دي طوالي في البيت فوق فوق يقع فوق فوق يا هرش هرشه. ايوه هرشه للخرشه بس عليها ها انا رايح. ايوه يلا يا زول ابيع البيت هاي ببيعه ببيعه ابيعه كيف كيف ببيعه للدي هاي لكن الكلام ده ما خطا مني ما خطا والله خطا مني. انت جربت الحاجه دي؟ ما جربتها ولا طيب وقت ما جربتها بالشنيفه ليه يا اخي؟ وان شاء الله ما اجرب اساسكم ببيع البيت انا. ها؟ ان شاء الله ما اجرب كم ببيع البيت كده. اقول لك حاجه نلف لك واحده كده بمزاج كده ابراهيم ازيك؟ شفت معاك الضيف ده قلت ان هناك جيت وقتها ومركتها. انت كيف يا ود امي؟ ما كويس سجمي مالك ما كويس سجمي سجمي مالك؟ انا داير قروش. اي يا ابراهيم اي ابراهيم ما جننتني يا ابراهيم ما فضحتني ما خليت لي حله ما بعتها وما خليت لي صينيه ما بعتها وشلت حاجاتي بقيت تسرق عدتي وناس الحله بقوا ما بجوني يا ابراهيم. دار اقول لك حاجه يا سامي هو العده دي حقت امي اللي انا بعتها دي حقت امي الله يرحمها. امك خلتها لي منو لكن؟ خلتها لنا كلنا. هاي لكن يعني انت انا شريك فيها يعني زي ما عندك صحن انا عندي صحن، زي ما عندك حله انا عندي حله، زي ما عندك بوتجاز انا عندي بوتجاز. هاي ببيعهم. يا اخوانا من الله خلقكم شفتوا لكم الراجل بيخلوا له عده؟ هاي يا اخوانا. قلت له لا شنو لا 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 خد كل خد كل يا زول انت حقتي انا العده دي حقت البيت دايره يا يابا اعمل فيها عرسك دايره عرس ليه؟ ما تجيب لي سيره العريس. ها؟ ما تجيب لي سيره العريس. سجمي؟ اوعك تجيب لي سيره العريس. كيفين يعني؟ ولا بعرف اختي الكبيره ولا بعرف اختي اللي هناك. انا بلفخ. داير تقعد انا بلفخ وبشلد. ما عندي اي قضيه. بعرس ولا تقول لها عرس؟ انا عندي جزء في البيت ده وداير حقي. بس تاني جيت لي للبيت تاني أيوة. جيت البيت 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 ده كان كسرت رقبتك كده كت ما ببيعه تاني وتالت ورابع كمان. امي الله يرحمها وسطتني وقالت لي ابراهيم ده كان كده وقع في الواط البيت ده اصلك ما تبيعيه وسطك صح؟ اي قالت لي ابقى 10 عليه. قالت لي ابقى 10 عليه ابقى 10 عليه ابقى 10 عليه ابقى 10 عليه للنهايه ابقى 10 عليه للنهايه. انا باقي انا ما باقي عليه كيف؟ البقيان ده ذاته يا ود امي. قالت لي يا اخوك تعرسي ليه ويجي بي اولاده ويقعد معاك في بطن البيت. كلمتك 60,000 مره كلمتك 60,000 مره ما تخليني افقد اعصابي. لا لا ما تخليني افقد اعصابي. قلت لك يا اخي زرت العرس دي ما تجيب يا علي. زرت العرس دي ما تجيب يا علي. مالك يا انت عارف يا ابراهيم؟ ما بعرف انا ربيع البيت وداير حقي داير حقي في البيت ده. داير اقول لك كلمه واحده اسمعني. شفت انا بقيت الليل والنهار قاعده في البيت ده براي زول من الحله دي ما بجيني. سالت النسوان كلهم قلت لهم يا اخوانا ما
مالكم قطعتوا كراحكم مني، مالكم ما بتجوني يا الجيران ومالكم ما بتجوني يا الحبايب. قالوا لك كده احسن ذاته. قالوا لي عشان ابراهيم اخوك بيستل طوالي. اقول لك حاجه يعني دايران يعني مثلا اخليها لهم يعني؟ ما تخليها. والله لو لحسك وعن. هيا يا ود امي. لو لحسك وعن والله ما اخليها لهم. ما كفاك يا ود امي. ما شبعت يا اخوي. ما شبعت من الحاجه دي كفاك. طب لوجه الله ده. ما بيشبعوا منها دي بقى، ما بيشبعوا منها. دي ما بتنشبع منها. هسي دي نختصر الكلام وديني حقي في البيت عشان نمشي امشي اشتري بيه بيت. اشتري بيه بيت هاي. والله كانت كسرت رقبتك ما اديك. انا ماشي لجارنا محمد ده ابوي الله يرحمه موصيه علينا ماشي اشوفه. انا الاوراق عندي. الاوراق عندي وبتصرف. الاوراق عندي وبتصرف. بالله قالت ما بتبيع البيت. والله والله تبيعوا كده دي بس دايره. انا مش حق من حقوقي، حق من دار اعمل بيه اي حاجه. عندها حق برضه. عندها حق شنو؟ عندها حق. اديها حقها. اديها شرعي. ده ما حق شرعي. اديها حقها. اديها حقها. انت بتعرف تجيب حقك كيف؟ لكن هي تجيب من وين؟ اديها حقها تعيش. لا لا هي تجيب من وين؟ تجيب من وين ماما؟ تتاير في باقي القروش دي؟ ما تتاير. تتاير ليه؟ اها ما تتاير. انت هي ما تخليها تتاير ذاك. ها؟ انت ما حمايه لا. ما تحمير. انت ذاته وسيك السمحه. يا زول البيت تسكن ويني؟ يا زول هي اكبر مني. هي اكبر مني. فرضنا انه اكبر منك. اكبر مني هاي؟ هي ما اكبر منك. هاي؟ انت ما راجل. انت ما راجل. ها؟ تسكن وين يعني؟ فرضنا نقول ام زاكا. اي مره حتسكن وين يعني؟ تمشي تشتري لها بيت صغير؟ انت ممكن تقعد في الشارع تراي تقعد في اي محل لكن هي مره. تمشي تشتري لها بيت في اي حته؟ تشتري لها بيت في اي حته؟ حتكون ساكنه برا؟ تشتري لها ايتوك ما هي ايتوك قاعده ايتا. انا محتاج القروش. ما في فرق الا قاعده في بيت. محتاج القروش. قاعده في بيت بعد كده ساكنه. محتاج القروش انا. خلاص برضه محتاج للبيت. ها؟ البيت مستور هي محتاجه للبيت. لكن تراجع ممكن تنوم في الشارع ده. ما بنوم في الشارع. ها هي وليه. ها؟ هي وليه. انت الراجل. شنو؟ قال لك منو؟ ها؟ انا المزول منها؟ اي. ليه مزول منا؟ مزول منا. واقول لك اكبر مني تقول لي مزول منا؟ مزول منا. اي انا القروش محتاجها؟ كم قروش محتاجها لازم يكون مزول منا. انا ما عندي بقى قضيه زول. اي ما عندي بقى قضيه. حرشتكم؟ حرشتكم؟ لا لا ما حرشتكم. اي داير بين شنو؟ القروش؟ داير بين شنو؟ القروش داير بهم. داير بهم. لا وريني ما تقول لي داير بهم وداير بهم. وريني وريني اغنيني عشان تبيع البيت. انا 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 القروش دايرهم. داير بهم شنو؟ وريني بس. داير لهم مزاجي ده؟ ليه مزاجي ده؟ مزاجك مزاجك على حساب اختك لكن. على حساب اختي هاي؟ طيب بس انا بنفق عليها منو؟ الوكيل منو؟ تقعد فين؟ تقعد في البيت تأجر لها بيت ثاني. تأجر منين؟ تأجر من القروش اللي بيجيها من البيت ده. ها وكان كملت كان كملت كان كملت خلاص. ابراهيم ابراهيم مالك عم تجوط يا اخي؟ ما دام ابراهيم يا اخي صوتك برا يا اخي تقولك وتصور يا اخي. داري بيع البيت وقاعد اخته في الشارع. تقول له عشان يعدي دماغه. لا معقوله يا ابراهيم يا اخي؟ معقوله يا اخي الناس كلها تشتكي. يا بابا تفتينا يعني يعني؟ اه يا ابنك انا بقول الكلام الصح. هذا خلاص معلش 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 خليه خلاص خلاص معلش. خليك قدرنا نتكلم معه. ابراهيم انا اقول بسم الله. بسم الله. اول حاجه انت دار تبيع البيت ليه؟ ده السؤال. دار ابيع البيت عشان دار اتصرف. انا ما عندي مصاريف. لا في زول عشان دار يتصرف يبيع له بيت حدادي مدادي عشان مصاريف؟ ما بتجي يا ابراهيم يا اخي. بعدين دي اختك يا اخي. انت مفروض هي لو ما عندها انت ده تصرف عليها وتسكنها وتاكلها وتشربها وتاكسيها. انت المسؤول منها. انت الراجل يا اخي. يا اخي المراه عيب. يا اخي انا بقيت عالي على اخواني يا اخي واصحابي يا اخي. انت ما عارف عالي عليهم يا اخي. لا لا انت دار تعمل شنو؟ انت مثلا البيت لو دار تبيعه دار تستثمر مثلا داير تعمل مثلا مشروع دار تبيع مثلا نص البيت عشان تعمل به حاجه والبيت الثاني يتبني مثلا تاجره يعني تاجر النص تلقوا قروش يعني مثلا مشروع حاجه تجيب قروش لكن تبيع البيت كله. اها بعد ذاك تشتغل في الدهب. امشي الدهب في حاجه بقول لها دهب امشي الدهب تشتغل. خليك راجل راجل تقدر عجر. هاي انا امشي الخلل ذاك. اي ما انا ما تمشي امشي الخلل ذاك. ما هو امشي الخلل ان شاء الله. الخلل مع الرجال. الرجال السودانيين عندك نخوه؟ ما يا زول ما دار تمشي تقعد وين يعني؟ تمشي تقعد تقعد وين يعني؟ تمشي تقعد مع ناس خالتك. ليه الناس تقول على شو؟ ها؟ تقول على شو؟ انا ما دايره. احنا من ضمن السودان ده. الراجل يا اخي زوجته كيف ما دايره؟ لو ما انا خلوني انا قرعت انا بغنع انا بغنع كذا خلوني خلوني حاجه ما بتقدر عليها. طيب بدرعك فيها شنو؟ تقدر على تبقى راجل عديل. يا تسيب الكلام الفارغ والكلام الفاضي تبقى زول عديل كذا راجل. نعم اما نحن نمشي بالدين
دي محمد صلى الله عليه وسلم. وخلوا المخدرات وخلوا البنك وخلوا كلام الفارغ ده، ده كله كلام ما عنده موضوع. تقول ان قال بسم الله الرحمن الرحيم مشى الجامع صلى، تقول نستجيب دعاء يقول لا اله الا الله، اسرع مرض صدره ده تقدد والله راسه يتفقفق يدعان الدعاء يجي منه ثاني. البيت قاعد الزول يكون البيت يجيب من وين؟ البيت ده تجيب لك من وين؟ انت وقت ابقى راجل ابقى راجل. اول حاجه الرجال قوامين على النساء، انت دي اختك هاي. وانت في نفس الوقت شنو؟ انت الرجل، يعني انت بتقول انا ما امشي الخلا عشان ما اشتغل فيه، هل تمشي المراه الخلا وانت تقلي في البيت؟ غلط. انا ما داري اشوف مزاجيها يا خال. لا ما مزاجك مزاجك معناته انت اذا ماشي بالشرع وماشي بالطريقه الصحيحه ما تبرق اختك من البيت وانت تمشي تشوف مزاجك، تمشي مثلا تسكر او تمشي تلعب او تمشي تعمل عمل ما يرضي الله. انت لي اختك وانت مسؤول منها امام الله، لانه عرض الزول ما بيع عرضه ولا بيدعوه ولا بخليه في الشارع. يعني اتوب، يعني اتوب انا؟ ترجع لله يا اخي، تتوب ترجع لله رب العالمين. نعم نعم، وذنوبك اللي عملتها هذه كلها ربنا بيغفر لك، اذا بقيت زي قدر سمد البحر يغفر لك ويعمل لك حسنات، توب ارجع لله رب العالمين. كثر خيرك يا حاج والله ما قصرت. خلاص يا ابراهيم افتكر كلام الناس ده كلام واضح، كتر خير ومبارك الله فيهم كلهم جوا دخلوا في الموضوع، ودي اختك وربنا بيسالك منها ولازم انت تقيف معاها، والبيت ده يا اخي يقعد تاجره وتعمل فيه مشروع، تفتح فيه دكان، تعمل فيه اي حاجه. تمام تمام اتفقنا؟ ايوه والله يا اخي اقول لك شنو اتفقنا؟ اتفقنا ايه ده ما اعرف انت دار تعمل شنو البيت ده؟ بيجني انت دار قروش يعني؟ دار قروش هاي؟ انا بوريك افكار، تمشي تعمل مشروع تجيب منه قروش، البيت ده كده خليها على جنبها، خليها على جنب البيت ده كده تعال. وبع علي يا محمد وبع علي، يا ريتني كان بيحت البيت، يا ريتني كان بيحت البيت. ابراهيم اخوي، مالو ابراهيم؟ ابراهيم اخوي قتل له زول، مش سرق قتل له زول، مش سرق قتل له زول. يهودك خايفين منها ذاته، ما قلت لكم السجن ده بسجم الزول يخليك يا اخي. المخدرات دي قلت لكم كعبه بخلي الزول يسرق وتخليه يشيل الذهب وتخليه يخطف ويقتل الناس، هذا كده كلام اخوان. شنو ده يا اخي؟ شوف لي محامي، محامي شنو زول قتل له زول ثاني محامي يا اخي؟ انا قلت له ما تباري الجنة، ما تباري الناس زي الناس الكعبين دول، ما تباريهم ما تباريهم، بغتش حجرك بغتش حجرك. وامير صاحبي، امير صاحبي تعرف شو شو؟ امير ماله؟ امير شرد من سمع ابراهيم قتل الزول شرد طوالي. لا حول ولا قوة. قلت لك تعال بيع لي البيت، خلنا ندور المحامي طلع اخوي من الهنا. لا حول ولا قوة الا بالله. بيت شنو هو البيت بيحل لك يا حق؟ خلينا نشوف نفهم الموضوع وندرسه اول حاجة. واعمى شنو لك؟ الزول انت متأكدة منه مات؟ اي قالوا لي الراجل مات. قتلوا كله كله قتلنا بس. وابراهيم اخوي سابوه ناس الشرطة قدام عيني. لا حول ولا قوة الا بالله. ادي سك ادي سك وين مسحقوك؟ الشرطة قتلك زول. الزول مات ولا ما مات؟ بين 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 الحياة بين الحياة والموت. لا قالوا مات. يا سلام بين الحياة والموت. قالوا مات ولا ما مات؟ الزول 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 أول ما كده كويس كده كويس. أيه الزول الزول أول ما جاء هجم علي، أنا كنت بس قاعد أشيل القروش، فما في طريقة غير إنه أضربه. ضربته ضربة هاي بس ضربة وقعت لي في الرأس. وقعت في الراس بالسكين. هاي ده كله عشان تمشي تشرب مخدرات مش كده؟ لكن قبضوني وانا زقت منهم هربت منهم. زقت منهم شنو يا اخي؟ رايح الشرطه؟ ما فتشوا جيبي. الموضوع فتشوا جيبي احسن من قبضوكم. فتشوا جيبي لقوا في وين ثلاثه يا اخي. ان شاء الله يا ما مشكله المخدرات ما فضيحتي ما مشكله تقرروا يا اخي. ما قلت لك يا ابراهيم رايح نساوي الموضوع. رايح مش الشرطه. لا عين انت لو قعدت وجا قبضوكم بتبقى ده موضوع، لكن اذا مشيت لهم براك بتبقى انت سهلت على نفسك كثير. انا ما بسهل على نفسي. انا بسهل على نفسك. انا احنا بنقف معاك. انا معاك معاك. انا خلاص بيع البيت ندفع الدية. ما في داعي انه ما في شيء زاد يخليه انه يشرب بانجو ويتسطل ويعمل كده ليش؟ شنو هما زور راجل وعنده اخته برا قاعده في البيت، المفروض هو يعينها ويقف معاه ويعرف انه الحاصل عليها شنو، لكن انه يمشي يقتل زول وبس يدخل نفسه في جرجره وهيتعب اخته. الفقر والبطاله وكلها هي بتجيب شراب المخدرات والمشاكل الاجتماعيه وعدم واللي هي ثاني نذكر عدم العداله الاجتماعيه، بتجيب مشاكل وبتوسع الجهل بنسبه اعلى في السودان. ويجب يعني كل الشباب وكل الجيل القائم
الناس توعى والدولة توعي الناس. والله طبعا هي المسألة أصلا مسألة بتاع التربية، والوالدين أصلا يبتعدوا من المسألة دي وبقوا المسألة مسألة حياة ومعيشة، وقبوا ما بربوا أبناء ولا بيهتموا بهم ولا بينصحوهم عن الصلاة ولا عن الدين ولا عن أي حاجة. وطبعا الأصدقاء طبعا أصدقاء السوء برضه لهم ضرر ولهم أثر كثير، والمجتمع أصلا بيقوا مجتمع فاكي. ليه؟ لأنه شنو؟ الناس بقت تضيع الغرض الفارغة، بقت تخلى قنوات الدين والقنوات السمحة، بقت تمشي للمساجد وتتكلم في الكلام الصح. لأن أي زول بقى شنو؟ داير ينسى ودار يشوف مع العيش ودار بذا، لكن نسوا الدنيا ونسوا الآخرة بيحصل فيها شنو بعدين. المخدرات طبعا عادات سالبة وضارة بالمجتمع وبتدمر وتنتهي من الشباب مرة واحد. مفترض يكون في توعية من الدولة، جهات توجه الشباب وترشدهم بأضرار المخدرات وبأنواعها. الحكاية دي أصلا بتنتج من عامل التربية وأصحاب السوء، وبعدين يعني الشغلة دي لما تدمن عليها انت بتعمل أي حاجة، زي ده السقام قتل، بعدين ما قتل حيبيع البيت وأخته دي بتتهمل، وزي ما ضاحي حتضيع أخته برضه بتمشي تعمل نفس الحكاية وهناي، وبعدين أصحاب السوء دول يمكن يعمل لك أي شيء.